النشاط التجاري داخل السوق استمر في هدوء كما شاهدتوا لكم شاهدوا في الصورة. نشاط تجاري عادي. اليوم دخلت السوق أكثر من 800 شاحنة، أكثر من ممتاز الحمد لله. الأبواب مفتوحة وصدر مفتوحة طيلة أيام هذا الأسبوع. كاين واحد المجموعة ديال الإخوان الله يهديهم كيديروا البلبلة، هما أناس دي مليونير، هما باغينش المصلحة العامة، بغاو يبقاو أن هذا السوق يمشي في واحد المسار غير مضبوط. حنا الحمد لله ملي تولات الشركة تسير ديال هذا المرفق كنحاولوا أننا نأهلوه وكنحاولوا أننا نضبطوا المداخل ديال الجامعة العامة ونضبطوا الحق العام. هذا هو الهدف ديالنا، وهاد الناس هادو اللي ما كيمثلوا غير يوصم، هما مجموعة هي أقلية أكثر من أقلية كيحاولوا أن يخلقوا لنا البلبلة، ولكن الحمد لله راه الأمور في هدوء والسير العادي ديال المرفق راه الحمد لله مضبوط. إلا لاحظتوا أثناء المجيء ديالكم راه كاين مخفر ديال البوليس الأمن الوطني، وكاين تواجد ديال السلطة المحلية ممتلة في الخليفة والمقدمية، وكاين مخفر ديال القوات المساعدة راه لتحت فيه مجموعة ديال الإخوان، وكاينة فيه الإدارة وكاينة فيه الحراسة الخاصة. الحمد لله هاد الناس كلها كضافر الجهود ديالها على أساس أنهم يضبطوا الأمن داخل هاد السوق، والحمد لله ما عمرنا انقطع التواصل بيننا وبين السلطة المحلية على أساس أننا نزيدو ندعمو هاد الأمور. كاين ديال شي إكراهات حنا كنحاولوا أننا نتجاوزوها، وكنحاولوا أننا نزيدو قدام ونزيدو نطوروا هاد الأمور. مي غير اللي بغيت نقول، منذ تولي شركة التنمية المحلية تسير ديال هاد السوق، الأمور الحمد لله راه في تحسن، وخير دليل على ذلك هو ما كتشاهدوه في الخلف، هذا راه واحد السيستم ديال لا فيديو سيرفيونس. الحمد لله المرفق جهزنا اكثر من 60 كاميرا موبيل على اساس اننا نضبطوا جميع الاكتيفيتي ديال المرفق، وكذلك الهدف من هذا السيستم ديال لا فيديو سيرفيونس راه هو للاحساس المرتبطين بالامن ولطبع جميع الحالات اللي يكون فيها شي حاجه كتمس بالامن ديال المرتبطين. الحمد لله هذا السيستم راه اوبيراسيونيل، وكاينه عندنا هنايا اون تور دو كونترول خدامه 24/24 لضبط هذه الحالات اللي كتعلق بالامن والسلامه ديال المرتبطين. الحمد لله النظام الداخلي ديال السوق تحيين هذه مده 30 عام ما تحيينش، الحمد لله راه محيين مصادق عليه من طرف جميع المسؤولين. من هذا النظام الداخلي كيتطرق لمجموعه ديال الامور اللي خص تحسن التسيير ديال هذا السوق، منها الضبط ديال التوقيت. حنا بصدد تفعيل هذا النظام الداخلي بما في ذلك التوقيت، ولكن اللي بغيت نقول للاستاذ هو ان هذه المسائل كدير هو عمل تشاركي. واخا كتجيب نظام داخلي، الناس ملي كتقول لهم بان هذا التوقيت هو خصو يحترمه، لان التوقيت اللي غادي يحترمه ماشي غير اننا نعلقوه ولا نقولوه للناس، اللي المرتفقين اللي خدامين به ومنهم التجار والمهنيين خصهم حتى هما يحترموه باش تقدروا نفعلوا.